عايزين نتكلم في البداية على موضوع يعني خليني أقول عالميا هو حديث الساعة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأشار إلى أن هذا الاتفاق بات أقرب من ذي قبل، كما حذر بايدن من تقويض جهود وقف إطلاق النار في المنطقة. في المقابل اعتبر القيادي في حماس سامي أبو زهري أن تصريحات بايدن حول قرب التوصل إلى اتفاق هي مجرد وهم. للحديث عن تفاصيل هذا الخبر بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد اليمني، خبير الشأن العربي والدولي. دكتور محمد صباح الخير. صباح النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. أهلا بحضرتك. دكتور محمد، خليني أخد الموقفين عاملين إزاي. بايدن بيقول تصريحاته كده، القيادي في حماس سامي أبو زهري بيقول تصريحات مخالفة لتصريحات بايدن. بنلاقي ان هيئة البث الإسرائيلية قالت ان العملية العسكرية في غزة انتهت. بنلاقي انه برضو بعض التصريحات اللي بتطلع من هنا ومن هنا انه نتنياهو حط شروطه، ان حماس بتقول انا ما عنديش الحاجات دي وانتوا ما بصيتوش للشروط بتاعتي. يعني اقوال متضاربة من كلا الجانبين، وتشعر ان الموضوع مبهم وضبابي وغير واضح ومش يعني مش بتا قريبا زي ما بيقول بايدن. يعني جو بايدن بهذا التصريح اراه من وجهة نظري بانه في اتجاه عدم توسيع رقعة الحرب وتهدئة ايضا الجبهة اللبنانية وتهدئة ايضا الجبهة الايرانية، لان كما نعلم ما زال الرد المنتظر من كلا الجبهتين. هذه أيضا جزئية، لأن جو بايدن يعلم بأن في هذا التوقيت من رابع المستحيلات بأن تتم صفقة بين حركة حماس وبين أيضا بنيامين نتنياهو. لماذا؟ لأن يعلم علم اليقين بأن بنيامين نتنياهو في كل مرة هو الذي يعرقل هذه الصفقة، وأيضا يوجد أيضا يعني غضب كبير جدا للدول الأوروبية، ووصفوا لأول مرة بنيامين نتنياهو بأنه هو الذي يعطل وهو الذي وقف هذه الصفقة وهذه المفاوضات التي تحدث في المنطقة، وأخيرا كانت في الدوحة منذ يومين. هذه أيضا جزئية. أما بخصوص حركة حماس، أنا أرى من وجهة نظري بأنها في هذا التوقيت كل مرة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تلقي القرى في ملعب حماس وتصور للعالم أو للمنطقة بأن حركة حماس هي التي تعرقل، ولكن وجدنا أيضا بأن حركة حماس قبل مقتل إسماعيل هنية مرونة غير عادية وتنازل أيضا في بعض المطالب وبعض الشروط. هذه أيضا من جهة أخرى هي تمتلك أيضا بعض الأوراق، وهذه الأوراق سواء كانت متمثلة في الأسرى ومتمثلة أيضا بأن حزب الله اللبناني يرد، وكذلك أيضا الجانب الإيراني. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى حتى في المفاوضات الأخيرة لم نسمع يعني حتى هذه الجملة أو هذا المصطلح تفاؤل حذر بخصوص بأن بنيامين نتنياهو وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الكبير الذي يتلقاه بنيامين نتنياهو في الداخل أيضا في قطاع غزة لإبادة الشعب الفلسطيني. أما بخصوص يعني انتهاء العملية وانتهاء الجرائم من قبل بنيامين نتنياهو، أنا أرى أيضا بأن يوجد الآن تخطيط مسبق وتخطيط كبير جدا وتخطيط مهم ومدروس للجبهة اللبنانية، لأن بنيامين نتنياهو لن يغفل ولن ينام إلا أن يفتح أو أن يبدأ بالجبهة اللبنانية. طيب ماذا عن يعني حضرتك، هاخد برضو من تصريح جو بايدن. جو بايدن قال انه يعني احنا الاتفاق بات اقرب مما ذي قبل، لكن هل هو بيقول كده لان ايران وحزب الله قالت عندما تتوقف العملية العسكرية سوف لن نقوم بمهاجمة اسرائيل؟ هل ده خليني اقول كده لكسب الوقت اكثر؟ بالتأكيد، لأن يوجد تخوف كبير جدا من جو بايدن لتوسيع رقعة الحرب، وأكثر يعني المراقبين والمحللين السياسيين في بداية الحرب على قطاع غزة وبعض أيضا يعني 13 أو حتى 10 كانوا يقولون دائما وأبدا بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع رقعة الحرب. ولكن المشكلة هنا أن كل المجريات وكل الأحداث وكل الدلالات على أرض الواقع تدل اللي احنا
فعلا مقبلين على حرب إقليمية أو حرب شاملة سوف تأكل الأخضر واليابس، ولكن يوجد أيضا بعض الرسائل المهمة في يعني التهويل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الغربي في الفترة الماضية بخصوص بأننا مقبلين على هذه الحرب، وأيضا يوجد تناقض ويوجد ازدواجية في المعايير. ولكن لماذا يوجد تناقض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني عندما كنا نسمع بأن أمريكا ترسي ويليام بيرنز إلى المنطقة، كان في هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية عقدت صفقة بقيمة 96 مليار دولار مقدمة إلى 3 دول، ولكن النصيب الأكبر ونصيب الأسد إلى الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى، كل مرة أيضا عندما يعني يوجد فيها مفاوضات أو يوجد فيها محادثات يخرج علينا بنيامين نتنياهو حتى ينفذ أيضا بعض العمليات الإجرامية في قطاع غزة. لك أن تتخيلي حضرتك يا فندم أن أكثر من 3050 أو 3000 وأكثر كمان من المجازر التي ارتكبت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى أو السؤال الأبرز، يعني هل يوجد مفاوضات أو يوجد بالفعل نحن على يعني على وشك تتم هذه الصفقة أم أننا على وشك بأن إيران أو حزب الله يرد؟ أنا قلتها عندما تم مقتل هذين وتم اغتيال هذين القائدين، سواء فؤاد شكر في حزب الله اللبناني وكذلك أيضا إسماعيل هنية، قلت بأن إما هذين الاغتيالين يأخذوا بنا إلى صفقة شاملة وتسويات شاملة وتسويات كبيرة جدا في المنطقة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أم أن سوف يأخذون إلى حرب واسعة وحرب كبيرة، ولكن الحرب التي سوف تندلع في منطقة الشرق الأوسط سوف تكون البداية في حزب الله اللبناني أو الجبهة اللبنانية، لأن الجبهة اللبنانية هي الأقرب إلى بنيامين نتنياهو، لأن أيضا الجبهة اللبنانية حذر منها وطرح أكثر من مرة سموتريتش وبن غفير وزير الأمن الإسرائيلي وزير أيضا المالية الإسرائيلية، قالوا بهذا النص إن لم تدخل الجبهة اللبنانية في هذا التوقيت وإن تم انسحابك فسوف يتم إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وكذلك أيضا حظة. طب وهل إسرائيل يا فندم، هل إسرائيل يا دكتور محمد مستعدة لفتح جبهة لبنان بشكل أوسع من الذي يحدث الآن على الأرض في شمال إسرائيل؟ بالتأكيد لا. بالتأكيد بالضبط، ما هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك يعني. ولكن إلا إذا أستاذتي الكريمة يوجد مساعدة أمريكية غربية استراتيجية عسكرية. طب ما هي موجودة، هي موجودة يا فندم، هي موجودة. نعم. يعني انت عايز تقول لي كل الأسلحة وكل الحاجات اللي جت منطقة الشرق الأوسط دي جاية ليه يعني؟ لا، الفترة الأخيرة تمام، أنا بتكلم على حضرتك يعني من البداية كان الأسلحة والأدوات العسكرية التي قدمت لإسرائيل كانت في اتجاه أيضا حركة حماس والقضاء على المدنيين في قطاع غزة على مدار 10 أشهر. أما التحرك الأخير كان باين جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أيضا الزيارة الأخيرة لبنيامين نتنياهو للكونجرس الأمريكي أخذ الضوء الأخضر من هناك وجاء إلى المنطقة حتى ينفذ هذه الاغتيالات ويصر أيضا على هذه الاغتيالات. لماذا يعني أنا أصر على وجهة نظري بخصوص الجبهة اللبنانية وأن نعم ولكن يوجد تناقض، ولكن هذا التناقض في مصلحة من؟ أرى من وجهة نظري بأن بنيامين نتنياهو يجر المنطقة ويجر الولايات المتحدة الأمريكية، وحاول أيضا مرارا وتكرارا توريط الولايات المتحدة الأمريكية، لأن يوجد نقطة مهمة جدا، إسرائيل تمثل الأمن القومي لها للولايات المتحدة الأمريكية أهمية بالغة، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين علاقات متينة جدا. هذه أيضا نقطة لازم نفهمها. لا يعني مش علاقات متينة يا فندم، احنا داخلين على انتخابات، يعني ما هو عايز يكسب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أيا كان الطرفين يعني. بالتأكيد. نعم. عشان كده هذه المفاوضات وهذه الصفقة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، ولكن نعم. المنطقة أخيرا يعني المنطقة هي قابلة في أي وقت، إما أن تأخذنا إلى حرب كبيرة لا قدر الله، وهذا لا نتمناه، ولكن كما نعلم في السياسة لا يوجد أمان. ولكن محمد ومن شايف إزاي أنه ما زالت القوات الإسرائيلية تضرب غزة، يعني العمليات العسكرية في غزة ما زالت مستمرة؟ بالتأكيد أستاذتي الكريمة، هذا تهريج من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي
يلعب بعقولنا من وقت لوقت، لان هو لن يخرج من قطاع غزه ولن يعقد صفقه في هذا التوقيت، وبان ايضا العمليه ما زالت مستمره وبان الاباده ما زالت مستمره. يعني بنيامين نتنياهو لن يكتفي بانه دمر البنيه التحتيه باكثر من 90% في قطاع غزه، وان قطاع غزه الان في اللحظه التي اتحدث مع حضرتك فيها هي ليس قابله للحياه ولا الحياه المعيشيه والاجتماعيه ولا الثقافيه ولا اي شيء. دمر المدارس، دمر ايضا المستشفيات، دمر الجامعات، دمر كل شيء حتى يكون او حتى تكون غزه خارج النطاق او خارج عن كل شيء. هذه ايضا جزئيه. الجزئيه الاهم في هذا التوقيت، السؤال الابرز، هل الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في كل ما نسمعه وصادقة في كل ما نراه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أستاذتي الكريمة، الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأذرع الإعلامية والأدوات الإعلامية لترويج شيء وتنفيذ شيء آخر. يعني دي مش ده مش غريب يا دكتور محمد اليمني على الولايات المتحدة، سواء بقى هتتكلم على العراق، على افغانستان، على فيتنام. لو رجعنا بالتاريخ، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد اليمني، خبير الشأن العربي والدولي.